أيضا لمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام، معنا سيادة اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني. أهلا بحضرتك معنا سيادة اللواء. أهلا بك. سيادة اللواء، مشهد مهيب في الحقيقة، ويعني كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها الكثير من الدلالات والمعاني والرسائل في وقت مهم، توقيت له الكثير أيضا من يعني الدقة، ويعني توقيت في غاية من الأهمية في ظل ما يحدث حول مصر من كافة الجوانب في الحقيقة، ومن كافة الاتجاهات، من صراعات، من توترات وحروب وكذا. قراءتك لهذا المشهد برمته؟ طبعا هو الرئيس دايما يحط النقط والحروف في موضوع الامن القومي والتهديدات المحيطه بنا. وطبعا هو ما فيش افضل من لما يكون في احتفال بقدرات عسكريه على الطبيعه قدام الناس، ويبدا يتكلم عن الموضوعات دي ويحط النقط والحروف. فالنهارده طبعا لما نيجي نشوف النصح السياسي اللي موجوده في مصر موجوده فيه، هنلاقي ان الاتجاهات الاصليه بتاعت الاتجاهات الفرديه كلها مهدده من الاربع اتجاهات، وعمرها ما حصل هذا الكلام. وبالتالي يبقى هنا اليقظه والاستعداد لازم يكون دائما على هب، لان هو احنا هنبقى مطالبين ان احنا بندافع عن بلدنا ونحقق الامن القومي بتاعها في اي وقت من الاوقات اللي هتبقى تحت، يعني زي ما يقولوا تحت الطلب. فانت النهارده مثلا حضرنا التفتيش بتاع الحرب بتاع الفرقه الرابعه في الجيش الثالث، النهارده بنحضر التفتيش للحرب في الفرقه الثالثه في الجيش الثاني، وكان قبل كده الفرقه 21 في المنطقه الغربيه على لما اتقال فيها الخط الاحمر والخط بتاع سيرت الكفره. اذا النهارده الرؤيه المصريه للقياده المصريه واحساسها بالمخاطر اللي كانت موجوده بتنقلها للشعب وبتنقلها للناس، وبتجيش بتاع دائما على استعداد، وده اكبر شيء وطني تبقى القياده السياسيه بتتحمله من اجل الدفاع عن هذا البلد. وكلمات الرئيس دايما بتتكلم وبتدي الفكره عن ان القدرات العسكريه ما بتبقاش هي لوحدها، لا ده معها القدره البشريه او القدره الجندي اللي بيدير هذا الموضوع. مهما ارتفعت ومهما ارتفعت التكنولوجيا وبقت هي لها الاثر الاكبر في العلاقات او في شكل الحرب الان، الا ان هو بيديرها البشر وبيديرها الجندي اللي انا بدور على الكفاءه القتاليه بتاعته وعلى حسن استعداده وجاهزيته للحرب. نعم سيادة اللواء، يعني في أكثر من نقطة مهمة ركز عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية مثلا. قال إن الشعب الفلسطيني يحق له العيش في دولة مستقلة، ونسعى لتحقيق إيقاف إطلاق النار، تحرير المحتجزين، وإدخال المساعدات لقطاع غزة. في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كيف رأيت هذه الرسائل؟ شو حضرتك، لو غير المصلح السياسي في جميع المراحل القضيه الفلسطينيه لن تجدي احدا وقف جنب القضيه الفلسطينيه الا مصر والشعب المصري. النهارده حتى في عز الازمه النهارده لما الرئيس عبد الفتاح السيسي او القياده المصريه بعموما لما اعلنت ان معبر رفح لن نفتحه الا للسلطه الفلسطينيه. دي رؤيه استراتيجيه للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني مستقليه. النهارده الناس بتتكلم على من سيدير القطاع غزه بعد وقف اطلاق النار. كلام اتقال ان الاتحاد الاوروبي مع مش عارف مين، لا العرب مش عارف ايه، كلام كتير جدا. لكن انا لما قلت ان مش هسلم المعبر ده او افتحه الا بوجود السلطه الفلسطينيه، معناها ان انا بعلم من دلوقتي ان السلطه الفلسطينيه المسؤوله عن قطاع رفح، عن قطاع غزه، وبالتالي السلطه الفلسطينيه المسؤوله عن إقامة الدولة الفلسطينية، وده الحق المشروع اللي معترف به دوليا والشعب الفلسطيني مؤيده. يبقى أنا هنا بحافظ على كيان الشعب الفلسطيني وسلطته اللي تحكمه في المستقبل. نعم، يعني في عقيدة في القوات المسلحة، هذه العقيدة تقول إن الحق لا يغني عن القوة، وبالتالي هذا الاستعراض المهيب وهذا المشهد، هذه الأسلحة، قدرات الجيش المصري المتطورة دائما، الأسلحة المتوفرة في القوات المسلحة الآن، هذا المشهد أيضا يحمل معاني ورسائل سيادة اللواء.
شوفي انا بالمناسبه تكلمتوني ولا ما وانت عارفوش انا يعني موقف ايه من الفرقه الساتة. انا كنت رئيس اركان الفرقه الساتة دي. نعم. وكان اول تفتيش حرب لها اتعمل سنه 95 وانا كنت موجود فيها. فالبشهد النهارده مختلف تماما. صحيح. حجم التسليح اللي كان موجود 95 وحجم التسليح اللي كان موجود دلوقتي حاليا. اذا النهارده لما بستعرض الكلام ده كله اي اعداء حواليا او اي ناس مناطق ليا مؤكد بيبص ويراجع الكلام ده، فمن هنا القدره دي العسكريه الفائقه دلوقتي بقت هي رادعه للتهديد قبل ما يجي لي، والناس بتعمل حسابها قبل ما يجي. عشان كده دائما التفتيشات الحرب اللي بيحضرها رئيس الجمهوريه، ده كان زمان بيحضرها وزير الدفاع بس، النهارده بيحضرها رئيس الجمهوريه، معنى كده ان هو بيخبر من الوضع الاستعداد القتالي والناس ممكن تنفذ مهمتها من المكان اللي هي موقفه فيه دلوقتي. ومن هنا ده المؤشر لان احنا عندنا قدره عسكريه قادره للدفاع عن ارضنا وعن قضايانا وعن دورنا المصري في المنطقه الكبيره ديت اللي احنا اصلا عامل مؤثر فيها تاثير كبير جدا. نعم، كلمه لافته ايضا للرئيس عبد الفتاح السيسي، قال السلام خيار استراتيجي للدوله المصريه وليست لدينا اجنده خفيه. كيف تقرا هذه الجمله المهمه في هذا التوقيت؟ هو نفس تاريخ السلام هو اللي بيقول الاستراتيجي اصلا. والنهارده انت بتعمل اتفاقيه السلام سنه 79 يبقى وماشيه الاتفاقيه لغايه النهارده، يبقى اذا النهارده خيار الاستراتيجي بتاعنا. صحيح. وبرضه هو خيار استراتيجي للجانب الاخر معانا، لان هو بيحافظ عليها، بيحافظ عليها اكتر مننا. ده بيحاول ده حتى لما تحدث حوادث على الحدود والكلام ده بيقبل الكلام وبيقبل نتائج التحقيق لانه هو محافظ على على السلام. وواحد الناس كان سالني مره عن الحادث كان حصل على القناه على الحدود، فقلت له هو الحادث حصل فين؟ اللي حصل الحدود المصريه الاسرائيليه. قلت له النهارده الحدود دي في الوقت العادي بارده ولا سخنه؟ قال لي بارده. قلت له بارده ليه؟ وضع عادي ولا باتفاق السلام؟ قلت له يبقى الاثنين موافقين على اتفاق السلام، وده الخيار الاستراتيجي بتاعهم، وده من النهارده لما بنعلنه احنا بناكده بالقول والفعل. صحيح. أشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء محمد الغباري على هذه المداخلة الكريمة من حضرتك.